الحقيقه رياضه التايكوندو من الرياضات اللي احنا متفوقين فيها قاريا وعالميا وكمان اولمبيا. تعالوا بقى نعرف تفاصيل هذا الامر ايه من المنبع بقى شخصيا. احنا النهارده منورنا طبعا ضيفي العزيز اللي منورني ومشرفني هو سياده المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو. صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا كريم. اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ انا متشكر للمقدمه اللطيفه دي و يعني انا اتشرفت ان انا اكون هنا من حوالي 16 شهر في شهر مارس 2022، والحمد لله بعد 16 شهر يعني زي ما النادي الاهلي بيقدم انجازات للرياضه المصريه وقناه النادي الاهلي بتحافظ على نجاحها، فجميل برضو ان انا ابقى موجود النهارده معاكم ونتكلم على انجازات بقى الاتحاد المصري في خلال الفتره الحاليه. وجميل وسعيد بالنسبه لنا احنا كمان متشرفين بوجود حضرتك معانا. طب في ال 16 شهر دول ايه اللي حصل؟ لا حصل حاجات كتير. زي يعني احنا بدايه يعني حاولنا ان احنا نكمل اللي انتهى ليه مجلس الاداره السابق، لكن كان عندنا صعوبات في ان طبعا سنه الحياه التغيير والتطوير والتحديث وهكذا. اكيد. فطبعا يعني بعد اولمبياد طوكيو زي ما بيحصل في مصر زي ما بيحصل على مستوى العالم كله، في لعيبه بتواجه ظروف اجتماعيه من جواز من عمل من مشغوليات من اعتزال. مش كده؟ الحمد لله سيف عيسى وهدايا ملك. فطبعا كان عندنا التحديات دي يعني ان في ناس انشغلت لدراسات ولا اعمال ولظروف اجتماعيه والاعتزال والاصابات و فكنا لازم ان احنا نبتدي بقى الاختيار الجديد وبناء يعني منتخب جديد بالظبط كده، وتجديد الدم بتاع منتخب مصر وتغيير جلد منتخب مصر على بقى اكثر من محاور. حققتوا ده من خلال ايه؟ ايه الاليه اللي مشيتوا عليها فبالتالي وصلتوا لده؟ والله طبعا اول حاجه ان ما نقدرش ان احنا نستبعد العناصر الخبرات اللي كانت موجوده والعناصر كمان الواعده اللي هي خلت طموحاتنا ان احنا نكمل بيها، زي مثلا سيف عيسى زي ميسون ايهاب، دول خبرات من اولمبيات الشباب في نانجينج 2015. ابتدينا مع الانتقاء بقى من خلال بطولات الجمهوريه والتصفيات اللي الاتحاد عملها وكان بيتابعها المشرف العام على المنتخب المهندس محمد عجيزه. احنا ننتقي العناصر الواعده اللي هي عندها الخامه اللي تنفع انها تبقى بطل دولي او بطل عالم. عندنا كمان عنصر ثالث اللي هو المشروع القومي للموهبه البطل الاولمبي، سواء على منتخب او على مستوى الناشئين او الشباب. وده مشروع مهم جدا جدا، ده مشروع الدوله والوزاره بتهتم بيه جدا جدا وبالفعل بيقدم عناصر كويسه. ابتدينا نستعين بالعناصر الكويسه دي اللي فيه. رقم اربعه يعني علينا بقى من كفاءه اللعيبه اللي كانت موجوده وكانت محتاجه تطوير في ادائها، كانت محتاجه تعديل في فنياتها وهكذا، ودخلنا دول كلهم بقى يعني زي ما بيقولوا كده بقى بوتقه واحده، انخرطوا كلهم مع بعض مع جهاز فني محترم عندنا مع مشرف احنا مدين له كل صلاحيات علشان باذن الله تعالى يقدم لنا حاجه كويسه لمصر وللتايكوندو المصري في اولمبياد باريس. والحمد لله خرجنا بمنتخب حاليا الحمد لله الرقم 2 ورقم 3 بينافسوا رقم 1، ما عندناش ميزان فاضي. كل الاولاد عندنا عندها طموحات، ما فيش ولد او بنت بيطلع بطوله عالم او بطوله رسميه او بطوله دوليه الا بيبقى عنده استعداد وعنده شغف ان هو يرجع بميداليه لبلده. وده ظهر الحمد لله في نتائجنا كلها في خلال عام 2022. دوره الالعاب البحر المتوسط اللي شاركنا فيها كانت البعثه برئاسه العميد خالد محمود نائب الرئيس، الحمد لله احنا عملنا فيها 4 ميداليات في سابقه تاريخيه للتايكوندو، منها ميداليه سيف عيسى الذهب هي اللي نقلت بفضل الله مصر من الترتيب السابع للترتيب السادس وتقدمنا على صربيا في الترتيب العام للبطوله.